اقرأ ورتل في رياض الجنة واسعد وغذ الروح بالسبع المثان ولسوف ترقى كي ترى الحلم الذي يسمو به الإنسان في أعلى الجنان فوز يسوق إليك كل محبتي يا حافظ القرآن إن الوقت آن اقرأ ورتل اقرأ ورتل حان وقت الامتحان حان وقت الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً وسهلاً بكم. مركبنا يسير إلى مرافئ الفوز، والفوز الذي لا خسارة بعده، فوز صاحبه له قلب لا يموت. أهل القرآن تزينت أفعالهم، وقلوب أهل المنكرات تموت. عاشوا وماتوا في رياض كرامة، فلهم قيام في الدجى وقنوت. مشاهدين ومستمعين الكرام، بداية نرحب بلجنة التحكيم، نرحب بالشيخ الدكتور محمد منصر اليافعي، عضو مشيخة الإقراء ورئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة، حياكم الله شيخ. نرحب بالشيخ منصور عائش حسن، الموجه في مدارس تحفيظ القرآن وعضو لجنة التحكيم، حياكم الله شيخ. نرحب بالشيخ عرفات جميل الشاذلي، المحكم في مجال الأصوات وعضو لجنة التحكيم، حياكم الله شيخ. نرحب بالدكتورة نور حسين آل يعقوب، المعلمة في مركز الإقراء والإجازة بالسند فرع عدن وعضو لجنة التحكيم، حياك الله دكتورة. نبتدئ فعاليات مسابقتنا لهذه الحلقة مع أول متسابقة، سميرة محفوظ كرامة من محافظة حضرموت الوادي في فئة حفظ المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نرحب بالمشاهدين والمستمعين لمسابقة اقرأ ورتل التابعة لوزارة الأوقاف، ونلفت انتباه المشاهدين والمستمعين أن المتسابقين من الحفاظ والحافظات وعددهم 12 حافظا وحافظة في هذه المرحلة، يتنافسون على 7 مراكز لتتم تصفيتهم تدريجيا خلال شهر رمضان المبارك لنحصل على المراكز الثلاثة الأول.
نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لجميع الحفاظ والحافظات. المتسابقة سميرة محفوظ كرامة. السؤال الأول: أسمعين من قول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله عفوا قد كان فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون انتبه ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. حسبك. السؤال الثاني: اقرأي من قول الله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم
أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله من ولي ولا واق حسبك فتح الله عليك. أما الآن أعزائي المشاهدين والمستمعين ننتقل إلى المتسابق الثاني لهذا اليوم مع المتسابق محمد فضل جديد من محافظة لحج في فئة التلاوة التجويدية. مرحبا بك محمد فضل جديد في فئة التلاوة والتجويد، أسمعنا مما فتح الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين
كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام زاره تلميذه البار أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى إلى بيته. والإمام الشافعي كان شيخا للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فقال أهل بيت الشيخ الإمام أحمد بن حنبل: يا أبتاه، سنري اليوم، سنرى الشيخ الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ما هي عبادته. فوضعوا له إناء فيه ماء، فأرادوا أن يتأكدوا أن الشيخ أو أن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى سيقوم الليل أم لا. فعندما أذن لصلاة الفجر جاءوا أولاده ووجدوا الماء على ما هو عليه، لم يتغير ولم يتحرك، فقالوا لأبيهم: لعل الشيخ لم يصلي. فسأل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى شيخه، فقال: يا شيخ، هل صليت قيام الليل أم لا؟ قال: لا يا بني، وإنما تأملت في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أحد الصحابة عندما مات عليه العصفور، وهذا العصفور كان يسمى النقير، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النقير؟ فتأملت في هذا الحديث فاستخرجت منه أكثر من 100 فائدة. هذا إن دل فإنما يدل على أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يقوصون في الحديث ويستنبطون الفوائد والعبر. بالله عليكم، لو تأمل الواحد منا في كلمات يسيرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير، ما فعل النقير؟ فلو عصر الإنسان ذهنه قد يخرج فائدة أو فائدين أو أكثر من ذلك. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال: استخرجت من هذا الحديث وتأملت فيه أكثر من 100 فائدة. فلعلنا لابد أن نتأمل في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا. أما الآن أعزائي المشاهدين والمستمعين، ننتقل إلى المتسابق الثالث لهذا اليوم، ومع المتسابق صدام حسين صالح الصعيدي من محافظة حضرموت الساحل في فئة رفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله المتسابق صدام حسين ما شاء الله طبعا صوته جميل بس يبان في شحاب شويه في الصوت وفي في حي على الفلاح اظن الصوت بدا ينشز المشاهدون والمستمعون الاكارم نتيجه المسابقه لهذه الليله على النحو الاتي تحصلت سميره محفوظ كرامه المشاركة في فئة حفظ المصحف كاملاً في الحفظ على 39 درجة وفي التلاوة على 39.7 وفي الأداء وحسن الصوت على 19.75 فمجموع درجاتها 98.45 بينما تحصل المتسابق في فئة التلاوة المتسابق محمد فضل جديب في المقامات على 50 وفي التلاوة على 49.2 فمجموع درجاته 99.2 بينما تحصل المتسابق صدام حسين الصعيدي المشارك في فئة رفع الأذان في المقامات على 48 وفي تجويد ألفاظ الأذان على 49.7 فمجموع درجاته 97.7 والله الموفق لجميع المتسابقين. ماذا قدمت وزارة الأوقاف والإرشاد لحجاج بلادنا؟ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لحجاج بلادنا وتجويدها وضعت الوزارة معايير دقيقة وضوابط محددة للمساكن والباصات وخدمات الإعاشة تحفظ حقوق الحجاج وتمكنهم من الاستفادة بكافة الخدمات وتيسر لهم أداء مناسكهم بسهولة ويسر فحققت لهم الخدمات التالية أبراج سكنية ذات تصنيف ومواصفات عالية باصات نقل حديثة مزودة بكل وسائل الراحة مطابخ متميزة بالأكل اليمني رعاية طبية متميزة عبر أفضل الكوادر اليمنية لجان متخصصة لخدمة الحجاج استكمال المرحلة الأولى لأعمال الحج
وتصعيد الحجاج إلى منى. تصعيد حجاج بلادنا إلى عرفات. ونحن في عرفات الله وفي هذا المشعر المبارك، وصل حجاجنا بكل سلامة وبكل يسر وفي وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم، والحمد لله كانت الأمور ميسرة والخدمات مسهلة، وهؤلاء هم وفد الله وحجاج بيت الله وضيوف الرحمن. ثم الشكر لإخواننا في المملكة على ما يبذلونه من خدمات وتسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمد الله عز وجل أن وفقنا لننال شرفي الزمان والمكان، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يلم شبن اليمن وأن يوحد كلمتهم. الله يعلق بين قلوب الشعب اليمني في الداخل والخارج. تحياتي للجميع، أخيكم ناجي موسى واصل مديرية جبل محافظة الضالة. دحان عبد الناصر. أهلا وسهلا، منين؟ من محافظة الضمال. أهلا وسهلا. حسين منصر. حسين منصر، منين يا حسين؟ صعدة. صعدة، أهلا وسهلا. تقديم الخدمات لحجاج بلادنا في منى. استكمال حجاج بلادنا أداء مناسك الحج. كم جئت أرضك والهموم كثيرة، فنسيت همي عند وفق ثراك، ونغص حين وداعنا بدموعنا، سبحانه قد جل من سواك. وهكذا كانت رحلة الحج التي قام بها قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد بقيادة معالي الوزير محمد شبيبة منذ البداية إلى النهاية. لا شيء أفضل من أن تغمر السعادة على محيى الحاج وقد أدى مناسكه بكل يسر، يهون أمامه كل إرهاق قد اعترى طواقم الوزارة أمام بسمة حاج وهو يلوح بيده مودعا مكة وقد أدى فريضته وأسقط عن نفسه الواجب. إلى هنا أعزائي المشاهدين والمستمعين نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بعد أن استمعنا إلى ثلة من المبدعين، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. نترككم الآن مع سؤال الجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ ورتل في رياض الجنة، واسعد وغذر الروح بالسبع المثان، ولسوف ترقى كي ترى الحلم الذي يسمو به الإنسان في أعلى الجنان. فوز يسوق إليك كل محبتي، يا حافظ القرآن إن الوقت آن. اقرأ ورتل، اقرأ ورتل، حان وقت الامتحان، حان وقت الامتحان.